الإمارات. أنا لأول مرة في حياتي الفنية، حياتي الفنية اللي بدأت من 57 إلى 2024، ما عمري شفت هاد الاستقبال ديال هاد الصحافة هكذا. لأول مرة في حياتي كنشوف هاد الاستقبال، فأنا جد مسرور وجد فرحان، وأنا اعتزيت بنفسي. عرفت نمشي أشنو كتسوى، عرفت نمشي سبيتو ملي شفت هاد الاهتمام بكم. يا سلام، شكرا لكم وشكرا للناس اللي سهروا لهاد المهرجان ديال باش يكرموني التكريم. الحمد لله. ما دمت انا ربما اخر عنقود، ما بقاك زعما فات، ولكن الحمد لله. داك هذا هو اللي كيفرحني بزاف. شكرا. طمأن الجمهور على الصحه ديالك. انا الحمد لله صحيح، من ناحيه الداخلي، الامعاء الداخليه كلها بخير. انا اللي عندي روماتيزم، يقول لي سكنني، ولكن سكنني يا ريت لو كان سكنني غير فوق شويه ويخلي لي رجلين يطلعوا فوق الخشب. يا ريت.